بكره ان شاء الله هيبقى الملعب شكله ازاي. دي صور خاصه وحصريه بالتاكيد من الرياضيه المغربيه وعرضتها النهارده من خلال الاكونت الرسمي ليها على تويتر. على فكره الملعب الجزء الشمالي والجنوبي تم زياده اعداد المدرجات بحيث ان الملعب كان بيسع 45 دلوقتي بيسع ل 60 الف متفرج. غرف الملابس تم تعديلها، واجهه الملعب وبوابات الملعب تم تغييرها بالكامل. الملعب في يعني شكل جميل جدا ورائع جدا، وارضيه الملعب من الملاعب المميزه جدا في المغرب، وفي شركات انشاءات في المغرب بتبقى مسؤوله وقائمه على هذا الملف. وفي زمن قياسي انتهى التحضير لملعب طنجة قبل مباراة بكرة.